السلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كتير منكم طلبوا مني الفترة اللي فاتت في التعليقات انهم عايزين دروس خاصة بالتظليل بالاقلام الرصاص، فقررت ان انا اخلي درس النهاردة خاص بالتظليل فقط. قررت كمان اعمل لكم فكرة جديدة، وهي اننا نخلي النص الشمال من الرسمة او من الصورة مطبوع، والنص اليمين هو اللي هنظلله مع بعض، وفي الاخر نشوف الفرق هيكون كويس او الفرق هيكون واضح بين النص المطبوع والنص اللي احنا ظللناه ولا لا. بفكركم ان الصورة الاصلية دي هتلاقوها على قناة تليجرام لو انتوا حابين ترسموا معايا. يلا نقول بسم الله ونبدأ. اول حاجة ببدأ دايما بتظليل المناطق الداكنة في البورتريه، واول حاجة بستخدمها او اهم قلم بستخدمه هو القلم الاسود. القلم الاسود ده فيه منه انواع. النوع اللي انا بستخدمه هو قلم الوان خشبي اسود ماركة فيبر كاسل. ممكن تستخدم اي قلم الوان خشبي اسود يديك نفس الدرجة اللي انت شايفها دي. بنبدأ نظلل الجفن العلوي من العين، ثم بعدها أبدأ أنزل للدائرة بتاعة العين. طبعا قبل ما نعمل أي حاجة لازم تكون ظابط الأوتلاين أو التخطيط بتاعك أو الأبعاد بتاعة البورتريه، وطبعا دي احنا بنتعلمها في الدروس بتاعتنا. لو انت عندك مشكلة في رسم الأوتلاين شوف الدروس السابقة، هتلاقينا عامل دروس كتيرة جدا عن رسم الأوتلاين. حاول تمشي معايا خطوة بخطوة وما تسرعش الفيديو عشان مفيش حاجة تفوتك. دلوقتي بدأت أطلع للمنطقة اللي بين الحاجب والعين وبداية الحاجب، بشتغل بجنب القلم بعمل تظليل خفيف كده زي بنية تحتية أو أساس للحاجب. نزلت تحت عند فتحة الأنف عشان أعمل برضو المنطقة السوداء. زي ما اتفقنا هعمل كل المناطق السوداء في البورتريه، ودي أول حاجة مفروض تبدأ بيها عشان تظهر لك التونات بشكلها السليم. ثم المسافة أو الفرق بين الشفتين، دايما المنطقة دي برضو في الغالب يعني بتبقى سودة. ثم ايه الشعر، بنبدأ نحدد الشعر ونظلله. بدأت احدده من الداخل الاول وابدأ اشتغل بالاسلوب اللي انت شايفينه ده. هنا شعر الشخصية اللي بنرسمها ميسي مفهوش اضاءات كتيرة، فبالتالي سهل جدا ان انا اسود. الشعر الاصعب هو اللي بيكون فيه اضاءات كتيرة، ودي هنشرحها في دروس قادمة ان شاء الله لو انتوا حابين. زي ما انتم شايفين ببدأ اسود. طب بسود ازاي؟ عن طريق ان انا بضغط على القلم زيادة شوية، وكمان بكرر الطبقات. لازم تكرر الطبقات وانت شغال، لان ناس كتير جدا بتشتكي لي احنا اللون الاسود ما بيطلعش معانا كويس او ما بيطلعش معانا بسهولة. زي ما حضرتك شايف انا بكرر الطبقة اهو في المنطقة اكتر من مرة، ومع التكرار بنلاقي ان الدرجة بتغمق بالشكل اللي احنا عايزينه. عايزك تركز كمان في طريقة مسكي للقلم علشان دي بتفرق جدا في التظليل. هنا بدأت اشتغل بشكل طولي شوية، لان في المنطقة اللي فوق دي في شوية اضاءات صغيرين خالص لو انتوا واخدين بالكم. دي برضو حاجة مهمة لازم تاخدوا بالكم منها. ونستمر بنفس الاسلوب، ركز في الرسمة وهتفهم كل حاجة. بعد ما خلصت الجزء اللي فوق حضراتكم شايفين سبت اضاءات في الاعلى كده، هدخل على الجزء اللي ناحية اليمين من الشعر، وده سهل جدا لان تقريبا ما فيهوش اضاءات. فكل اللي انا بعمله ان انا بسود وبخلي الاطراف بتاعة الشعر من ناحية اليمين مدببة زي ما حضراتكم شايفين. تابع معايا للنهاية. بعد ما خلصنا الشعر فنانين بالقلم الاسود، هنبدأ نستخدم قلم رصاص 2B. واحنا بنظلل بالقلم الرصاص لازم تكون ماسكه من ورا بالشكل ده او حتى من المنتصف، بلاش تمسك القلم من قدام علشان لو مسكته من قدام هتشتغل بسن القلم، فبالتالي الدمج بالنسبة لك هيكون صعب. وببدأ بالراحة اشتغل بجنب القلم. هبطأ لكم الفيديو شوية لحظة. زي ما حضراتكم شايفين انا ببطأ لكم الفيديو شوية علشان تشوف سرعة ايدي الطبيعية. بشتغل الاول طبقة بالعرض وبرجع اشتغل عليها تاني طبقة بالطول علشان اسد المسام على قد ما اقدر. طبعا بالنسبة للخشونة اللي انتوا بتلاحظوها في التظليل دي فدي طبيعية جدا. طبيعية ليه؟ لان هو ده مسام الورقة. اي ورقة بنستخدمها خاصة بالرسم يا فنانين بيكون فيها مسام. المسام دي بتكون عاملة كأنها بارزة، يعني بيكون فيها مسام بارزة ومسام تاني غطسة او داخلة لجوه. فبالتالي انت لما بتمشي القلم على سطح الورقة بيظهر معاك النقط البيضة دي علشان دي هي مسام الورقة. فبنبدأ نعيد او نكرر التظليل اكتر من مرة في نفس المنطقة علشان نسد المسام على قد ما نقدر.
هنا بدأت استخدم قلم افتح شوية، هو قلم ال اتش بي، لان بدأت انتقل او انتقل الى المرحلة او الى المنطقة اللي في منتصف الجبهة، وطبعا دي المنطقة الافتح. كلنا شايفين ان ناحية اليمين المنطقة دي غامقة، وفي المنتصف بندخل في مناطق الاضاءة اكتر. وبالنسبة للتجاعيد اللي فوق عينيه دي بعملها بالراحة خالص برضو، وهو ده تكنيك التظليل بتاعك. لكن انك تمسك القلم وطخ طخ 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 وبسرعة بسرعة بسرعة وعايز تخلص وعايز تعمل شغل كويس، فده طبعا مستحيل. ما تبقاش انت متسرع وحركة ايدك سريعة ومنتظر ان النتيجة بتاعتك تكون كويسة، لا، ما انت لازم تكون هادي وتدي للتظليل حقه ووقته علشان النتيجة بتاعتك تكون زي ما انت متخيل، بل واحسن ان شاء الله. نسرع تاني بقى عشان وقت الفيديو. زي ما انتم ملاحظين ببدأ اكرر الطبقات اكتر من مرة فوق بعضها، وكل ما بكرر الطبقة اكتر كل ما بيظهر لي التظليل كأنه انعم. لو انت من النوع اللي بيزهق وما بيحبش يكرر الطبقات كتير عشان ينعم، ممكن تبدأ تستخدم ودانة او عود قطن زي ما انتم شايفين كده وتمشيه على التظليل بالراحة، هتلاحظ ان التظليل بيكون انعم. ولكن خلي بالك وانت بتمشيه على التظليل ما تدوسش جامد، لانك لو دوست جامد هيبقع معاك وهيبوظ كل التدريجات اللي انت عملتها. طبعا وانت بتدرج لازم تكون بتدرج او شغال من الغامق للفاتح، يعني تظليلك لازم يكون من الغامق وبيطلع معاك على فاتح زي ما حضراتكم شايفين. ودلوقتي يا فنانين بعد ما خلصنا الجبهة والشعر بنبدأ نشتغل في الحاجب. اول حاجة بعملها في الحاجب بقلم اتش بي ببدأ افرش طبقة بسميها ارضية علشان احول لون الورقة من الابيض الى درجة رمادي خفيفة خالص تديني كتلة الحاجب او شكل الحاجب المطلوب. وبنيجي هنا بقلم 2B برضو وسنه يكون مبري ورفيع جدا، نعمل الشعرية اللي بتكون نازلة على الجبهة دي علشان تكمل النص التاني من الصورة المطبوعة. وفي المنطقة او في المسافة ما بين الشعر والجبهة لازم تعمل عملية دمج ما بين منابت الشعر وما بين البشرة، دي حتة مهمة جدا خلي بالك. وبعدين نبدأ ندخل في التظليل بتاع الأنف. طبعا الأنف زي ما حضراتكم شايفين غامقة من الجنب اليمين ومن المنتصف فاتحة شوية. هنا أنا حسيت إن أنا ممكن أستخدم قلم 2B وأخف إيدي، يعني أخف إيدي وأنا بظلل بيه، يا إما لو أنا مش هعرف أخف إيدي أستخدم قلم إيه بالظبط كده، قلم HB. ونبدأ نتعامل بنفس الأسلوب وكمان نظبط المنطقة اللي بين العين والحاجب، يعني المنطقة دي هنحاول نوسع فيها التظليل أكتر علشان ننجز وتظهر معانا الواقعية. تعالوا نسرع الفيديو شوية. بنوزع التظليل برضو بنستمر بنفس الأسلوب. هنا بستخدم قلم HB ببدأ أشتغل بالأسلوب اللي أنا علمته لكم فوق في الجبهة، وبكرر الطبقات أكتر من مرة فوق بعضها لحد ما أوصل للدرجة اللي أنا محتاجها من غير ما أغمق بزيادة ولا أسيبها فاتحة بزيادة. خلي بالك هنا نزلت على الخد وبدأت أدرج بالراحة خالص. خلي بالك الخد دايما بيكون منور او في الغالب بيكون منور من المنتصف، يعني في اضاءة من المنتصف، فانت لازم تغمق من الجنب اليمين وتخش على الجنب الشمال وتخف ايدك جدا. خلي بالك هنا في الانف برضو بنعمل شوية تظليلات بنفس الاسلوب. خلينا ماشيين مع بعض خطوة بخطوة علشان نتابع الخطوات ونشوف النتيجة النهائية هتكون عاملة ازاي بعد ما نمشي بشكل مرتب وبأسلوب سليم. ونبدأ ندرج الأنف خطوة بخطوة وننزل بيها ناحية اليمين، يعني انت لما بتدرج الخد بتدرجه من اليمين للشمال من غامق لفاتح، والأنف لما بتدرجها بتدرجها من الشمال لليمين، يعني تنزل ناحية اليمين برضو على الخد لفاتح علشان الاتنين يتلاقوا في المنتصف بإضاءة الخد اللي هي في منتصف الخد بالظبط زي ما حضراتكم شايفين. أحيانا تلقائي كده حركة تلقائية وانت بتظلل تلاقي ايدك قامت دمجة حتة أو مساحة حتة، دي بتبقى حركة تلقائية تمام،
هنا بدأت أشتغل في القناة الدمعية. القناة الدمعية اللي بيطلق عليها برضو مجمع العين، بنعمل فيها تظليل خفيف ونكمل المنطقة المحشورة بين العين والحاجب دي، المنطقة الصغيرة، ونشوف الخطوة اللي بعد كده. بنبدأ بقى ننزل للمنطقة اللي هي تحت العين دي. بيكون دايما تحت العين في منطقة زي جلدة بارزة كده أو كتلة بارزة. الكتلة دي بتبقى عبارة عن خط في الأسفل، وبنبدأ برضو ندرجه من غامق لفاتح، من تحت لفوق. خد بالك بالراحة خالص. هنا بدأت أستخدم قلم أخف خالص بقى، اللي هو درجته إيه؟ إحنا استخدمنا اتش بي، يبقى هنستخدم الأفتح منه اللي هو 2 اتش، وبنبدأ ندرج بيه المناطق اللي فيها إضاءات فاتحة جدا، اللي هي تحت دايرة العين على طول لو تلاحظوا، وكمان في بياض العين. كمان اللي ما تعرفوش او اللي مش كتير منكم عارفينه، ان قلم ال 2 اتش ده ممكن نستخدمه في الدمج. ازاي؟ جرب تعمل تظليل بقلم 2 بي او بقلم اتش بي، والتظليل ده يكون فيه نسبة خشونة شوية، وتجيب القلم ال 2 اتش وتحاول تمشي فوق التظليل ده بحركة سريعة شوية وخفيفة، وشوف التظليل ملمسه هيكون عامل ازاي. هتلاحظ ان القلم ال 2 اتش بيخلي ملمس التظليل خفيف جدا. وهنا بنحطه في المنطقة اللي فيها إضاءات زي ما انتم شايفين، بيعمل عملية دمج بين التونات، التونات الداكنة والتونات المتوسطة، وما بيخليش فيه بينهم فرق. تعالوا نسرع شوية. دي خطوة برضو مهمة فنية، بنبدأ نستخدم فيها قلم اللي هو اسمه وايت ماركر سنومان، ماركة سنومان وايت ماركر. ده بيكون عبارة عن قلم بينزل أبيض، وممكن لو مش متوفر عندك القلم ده تستخدم قلم جل أبيض في انك تعمل اضاءات العين الصغيرة خالص. طبعا زي ما انتم ملاحظين في اضاءة تخنت مني غصب عني، ببدأ اعمل ايه؟ بجيب القلم الاسود وببدأ من الاطراف كده اصغرها اضيقها، سهلة جدا يعني. المهم ان اضاءة العين دي من اهم الحاجات البسيطة اللي بتتحكم في واقعيات العين بشكل كبير جدا. متخيلين يعني العين بتبقى بسيطة جدا صغيرة، بس الاضاءة دي بتتحكم في الواقعية بتاعت العين بشكل كبير جدا. زي ما حضراتكم شايفين تحسوا العين ظهرت اكتر، ونبدا نظبط تفاصيل اكتر زي ما احنا كنا مكملين. كل ما هتحط تفاصيل وتهتم باوتلاين، كل ما هتحس ان البورتري بتاعك بيبقى واقعي اكتر واكتر. خلي بالك بقى من الحاجات المهمه جدا برضو، انت في ناس كتير جدا لما بتلاقي شخصيه عندها دقن ما بتظللش تحت الدقن، يعني بتبدا تعمل شعر الدقن على طول على البشره. طبعا غلط، اسف على الورقه. لازم قبل ما ترسم الدقن تعمل البشرة اللي تحت الدقن زي ما انت شايف، يعني تعتبر نفسك مش شايف الدقن دي، تتعامل مع الدقن دي كأنها بشرة عادية، وتبدأ تدرجها، تديها درجة اتش بي او 2 بي ايا كان الدرجة الفاتحة اللي تحتها، لغاية ما تحس ان انت عملت ارضية مناسبة. بعد كده تشرع في عملية رسم الدقن، ده هيخلي الدقن واقعية اكتر وكمان مندمجة مع البشرة بشكل أكبر. هنا برضو في الشفايف أو في الفم سهل جدا، كل اللي هتعمله إنك عملت الخط الغامق اللي في المنتصف، هتدرج الخط ده بقى لفوق، يعني من غامق لفاتح لفوق، هتبص تلاقي الشفة اللي فوق ظهرت لك من غير أي مجهود. أما الشفة التحتانية برضو واخدة تدريج، ولكن بقلم 2 اتش ممكن لأنها فاتحة جدا. بس هو ده الفم، الفم اللي ناس كتير قوي بتستصعبه، الفم اللي ناس كتير تقول لك ده عقدتنا رسم الفم. لكن انت لو فكرت وهديت شويه وحاولت هتلاقي ان الموضوع سهل قوي، بس انت اللي مصعبه على نفسك صدقني. حاجات كتيره جدا يا جماعه في الرسم بتبقى سهله، بس للاسف احنا اللي بنصعبها على نفسنا وبنعقدها على نفسنا. وهنبدا نستمر في وضع التظليل لغايه ما نفنش الفم. بعد ما خلصنا الفم هندخل في الاذن. الاذن بقى عباره عن ايه؟ الاذن عباره عن اوتلاين خارجي، يعني اول حاجه بنعملها في الاذن هو التخطيط الخارجي شكلها من بره. بعد كده تبدا تعمل الخطوط الداخليه في الاذن، يعني تعمل اوتلاين برضو للخطوط الداخليه في الاذن. ثم بعد ما تعمل الخطوط الداخليه في الاذن بشكل سليم والاوتلاين الخارجي بشكل سليم وتتاكد ان هما تمام، تبدا تعمل تدريجات عاديه جدا. الاذن كلها يا جماعه عباره عن تدريجات، لو انت فهمتها وقدرت تظبطها هتلاقي الاذن بتاعتك طلعت واقعيه من غير ما تعمل اي مجهود، سهله جدا. يعني ركزوا معايا كده في حركه ايدي، هتلاقوني بعمل الخط الاساسي وابدا ادرجه من غامق لفاتح مع مراعاه مناطق الاضاءات، يعني ما تبقاش مثلا في اضاءه في منتصف الاذن تقوم انت جاي مغمقها، غلط جدا، فخلي بالك من مناطق الاضاءات.
وانا استمر في التدريجات. كل ما بتكمل جزئية بتحس ان الاذن بتبقى واقعية اكتر وبتبرز اكتر. هو ده التكنيك اللي لازم تفضل ماشي عليه يا فنان. طبعا انا بسرع الفيديو كده كل فترة علشان عارف ان انتوا هيسيبكم الملل، يعني في ناس ما بتستحملش انها تتفرج دقيقتين ورا بعض، تتفرج على 10 ثواني وتقوم مسرعة، فانا بسرع لكم الفيديو عشان ما تعبكمش في التسريع كمان. الحتة الاخيرة اللي هي شحمة الاذن من تحت دي برضو بتتدرج، وبكده تبقى انت خلصت الاذن. تعال نشوف الخطوة بتاعت الدقن، علشان الدقن هتضيف واقعية كبيرة. حسيت طبعا انها كبيرة شوية من بره، اهي مسحتها شايفين، يعني حسيت ان في غلطة في الاذن كبيرة شوية من تحت كده بره، قمت جاي معدلها على طول ومظبطها. تعال نشوف بقى الخطوة بتاعت الدقن هتكون عاملة ازاي، يلا بينا. الدقن فنانين زي ما انتم شايفين بادئ بصغير جدا من جنب الاذن، والشعرية بتطول وانت نازل عند الفم. الدقن بنعملها على هيئة نتشات، خدوا بالكم كده الشعر. انا بمسك القلم من قدام وابدأ انتش من تحت لفوق بالراحة خالص، كله بيكون عبارة عن نتشات زي ما انتم شايفين كده، نتشات 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 كتيرة فوق بعضها متتالية، لحد ما احس ان انا جبت نفس كمية الشعر اللي في المنطقة دي، عشان ما تخليش الشعر غزير زيادة عن اللازم ولا تخليه اقل من المطلوب، فتحس ان في اختلاف في البورتريه بتاعك. زي ما انتم شايفين هنا المنطقة دي الشعر بيكون اطول، فببدأ اطول الشعر، ولازم اخلي نهايته من فوق خفيفة جدا زي ما حضراتكم شايفين. الدقن نفس الكلام، بس الدقن اصغر، بس برضو نفس التكنيك، وهي النتشات. مهم جدا انك تراعي الاوتلاين بتاع الشنب برضو. اسف انا قلت شنب ولا دقن، انا اسف، الشنب نفس الدقن، مفروض تراعي الاوتلاين بتاع الشنب علشان برضو يديك او يكمل النص الشمال بالظبط زي ما انتم شايفين كده. طبعا ده كله بقلم 2B، لسه ما ضفتش القلم الاغمق، خلي بالك تابع للنهاية. بس احنا دي بنعمل برضو زي ارضية للدقن، الدقن والشنب، يعني مش دي الخطوة النهائية. لاحظت اللي فيه منطقة غامقة كده بتكون جنب الأنف، عملتها. كل ده بيكمل الدقن. أي حتة عينك تلاحظها اعملها على طول، ما تسيبهاش للآخر، لأنك لو سبت حاجة للآخر في الغالب هتنساها. نكمل نتشات لفوق، وهنا برضو هنا المنطقة بتاعت الدقن من الأسفل بتبقى جاية بكيرف شوية، فخلي بالك وانت بتعمل الشعر في المنطقة دي. اطلع بيه لفوق بالراحة خالص. تعال نشوف الخطوة اللي بعد كده. اما في الخطوه دي يا فنانين، بعد ما خلصنا الدقن بالقلم ال2B اللي هو الفاتح شويه، هبدا بقى ادخل القلم البلاك الاسود اللي احنا استخدمناه في الشعر وفي العين وفي الانف وكمان الفم، في ان انا اعمل بيه المناطق الغامقه في الدقن. يعني مفيش حد يروح يمسكه ويقوم عامل بيه الدقن كلها، غلط جدا. طبعا انا بظبط بس كام حاجه لاحظتهم فوق كده، وبعدين هنزل للدقن علشان اظبطها. هنا بقى نبدأ ننزل للدقن، سن القلم لازم يكون مبري، وابدأ اغمق الاماكن اللي فيها غامق بس، مش كل الدقن يعني. وهنلاحظ هنا ان الدقن بتكون واقعية اكتر وبتظهر بشكل جميل عن الاول. ما هو ما ينفعش يبقى الشعر عاملين اسود جامد جدا كده ونيجي عند الدقن ونخليها باهتة، طبعا ما ينفعش تماما. بنبدأ نغمق وبنعمل خطوط أكتر من خط فوق بعضها. زي ما حضراتكم شايفين ندرج تدريج بهدوء، ونفس اللي عملناه في الدقن هنطلع نعمله في الشنب برضو، لحد ما نحس ان احنا وصلنا للي احنا محتاجينه. هنا الشنب برضو نبدأ نديله الدرجة الغامقة علشان يكون واقعي أكتر من كده. زي ما انتم ملاحظين بقى، تلاحظوا إن الوجه شبه اكتمل، يعني الوجه بقى أحسن بكتير، بقى أكثر واقعية. طبعا هو لسه محتاج شغل عشان نكون متفقين، بس أنا دايما عشان الدرس التعليمي اللي أنا بصوره بياخد مني ساعة ونص ساعتين، فأنا وقتي غصب عني عشان شغلي بيكون ضيق، فأنا بحاول أوصل لكم الفكرة
اكتر ما انا بستعرض، يعني اللي متابعني عارف ان ده مش مستوية. بس الفكرة كلها ان انت لازم برضو وانت بتشرح درس تعليمي انك ما تعقدش اللي قدامك. الفكرة كلها انك بتوصل المعلومة باسهل طريقة وبابسط نتيجة، علشان المتلقي او المتدرب اللي قدامك اللي لسه بيبدأ من الصفر ما يشوفش النتيجة بقى وانت بتستعرض فيتعقد منك. ده الصح، مش زي ما معظم الناس بتعمل للأسف، وبتطلع تستعرض فقط وبتلاقي نتيجة المعلومات في الآخر صفر. ببدأ أشطب شوية تظليلات وتعالوا نشوف الخطوة اللي بعد كده واحنا بننزل للرقبة، يلا بينا. طبعا يا فنانين في الرقبة برضو هنبدأ نشتغل زي ما اشتغلنا بالظبط في المنطقة بتاعت الوجه، وهو اننا نبدأ نفرش طبقة، او اسف في المنطقة بتاعت الدقن، هو اننا نفرش طبقة من الغامق للفاتح بالاقلام اللي احنا استخدمناها اللي هو ال 2B والاتش بي. بالمناسبة نسيت اقول لكم ان الاقلام اللي انا بستخدمها هي ماركة ستيدلر، اللون الازرق ده ماركة ستيدلر، اما اللون الاخضر اللي انت شفتوه اللي هو ال 2H ده ماركة فيبر كاسل الالماني، تمام. وبنبدأ نضيف الطبقات مرة بالطول ومرة بالعرض علشان نحقق النعومة اللي احنا محتاجينها لحد ما نظل للرقبة كلها. تعال نشوف الخطوة اللي بعد كده. بعد ما خلصنا دمج الرقبة كلها وتدريجاتها، بنبدأ بسن القلم ال 2B نبدأ نعمل نتشات الشعر بالراحة خالص زي ما حضراتكم شايفين. الشعر اللي في الرقبة هو مش كتير، ولكن مهم جدا، مهم جدا انك تشتغل بالنتشات اللي حضراتكم شايفينها دي واحدة واحدة بهدوء خالص. وبكده فنانين بخلصنا الدرس بتاعنا النهاردة. اتمنى يا رب تكون النصائح الكتيرة اللي احنا اتكلمنا فيها دي افادتكم. طبعا مش هيستفاد غير اللي كمل الفيديو من اوله لاخر ومشي معايا خطوة بخطوة، لاننا في نص الكلام قلنا معلومات مهمة جدا وهتفيدنا جدا في التظليل. دمتم بخير، هتلاقوا الصورة الاصلية في قناة تليجرام، رابط القناة في الديسكريبشن بوكس وكمان في اول كومنت. انزل وخد الصورة وطبق معايا علشان نشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي. ما تنساش دعم الفيديو بلايك، ولو ما اشتركتش اشترك، ولو عندك اي مشكلة في الرسم اكتبها لي في كومنت وهجاوبك بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.